المفروض كنت الاتفاق مع سياده المستشار عمرو جمعه ان السؤال الاول هيبقى المستشار محمد اسماعيل، بس انا هضطر اكلف وساعتك هتعذرني. فالسؤال الاول لمعالي المستشار عمرو جمعه، ما هي اسباب رفض مجلس الدوله على انشاء جهه جديده لقضاء التاديب؟ ده لازم اهل سعادتك. لا، هو مساله ببساطه، احنا يعني مش مساله رفض مجلس الدوله على انشاء جهه جديده، المساله ببساطه جدا ان مجلس الدوله هو قاضي المنازعات الاداريه والمنازعات التاديبيه منذ الدساتير المصريه من قبل حتى الدستور 1971. مجلس الدوله لديه من الصلاحيات الفنيه والكوادر الذين يستطيعوا ان يصلوا بالمنازعه التاديبيه الى بر الامان، زي ما قال محمد بيه، النيابه الاداريه طرف اصيل في الدعوه التاديبيه. نحن لن نتحدث في هذا طبعا. الفكره كلها ان ما الذي يضير الشعب المصري حينما نتحدث عن الدعوه التاديبيه؟ قيل لنا ان هناك دعاوى كثيره مكدسه في مجلس الدوله، دعوه تاديبيه كثيره. لما سالنا الحقيقه المختصين في المكاتب الفنيه اكتشفنا ان خلال العام القضائي الماضي فقط اللي هو 2012 2013 وانا جايب حتى يمكن بيان احصائي، ان كان هناك لدى مجلس الدوله بجميع فروعه 14746 دعوه تاديبيه في جميع محاكم التاديبيه في مجلس الدوله في جميع محافظات جمهوريه مصر العربيه. انجز منها خلال العام القضائي الماضي فقط اللي هو 2012 2013 9248 قضيه. يتبقى الان 5498 قضيه، وعلى فكره احنا دلوقتي احنا في شهر نوفمبر، عايز اقول لك ان ال 5498 قضيه دي تقريبا قلوا عن ال 5000 على مستوى محاكم مصر كلها. الفكره ان القرار التاديبي هو في حد ذاته قرار اداري، ومجلس الدوله المنوط بجميع المنازعات الاداريه. حتى لو شلنا قضاء تاديبي، بالمناسبه النص انا يمكن عقبت على كده قبل كده، نص بالدعوى التأديبية، هو أعتقد هو في تزايد في هذا النص من أيام دستور 1971، لأن الدعوى التأديبية أو القرار التأديبي هو قرار إداري في حد ذاته. أنت أعطيت جهة قضائية كافة الصلاحيات في مسؤولية القرار الإداري والفصل فيه. ده حاجة بسيطة جدا أنا بقول لك عليه، لكن هي القصة كلها إن إحنا فوجئنا في مجلس الدولة بمشروع نص مقترح بيقدم لجنة نظام الحكم. حاولنا في البدايه ان احنا نكون يعني منتظرين لقرار لجنه الخمسين. صدر هذا الاحساس اعلاميا، اصبح الاعلام يتناوله. مع الاسف التناول الاعلامي كان تناول خارج نطاق مجلس الدوله وخارج نطاق النيابه الاداريه. هذا ما دفع بعض الزملاء سواء في النيابه الاداريه او في مجلس الدوله، ودفع بعض اساتذه القانون الدستوري ان يتحدثوا في الشان الاعلامي، لان انت لما تجيب واحد غير متخصص يتكلم تفرق العمليه خالص. وبالتالي اخذ هذا حيزا من الاعلام ما كان يجب ان يؤخذ له في هذا الشكل. سياده المستشار محمد اسماعيل، مطلوب من حضرتك رد على الاسباب التي استند اليها المستشار عمرو جمعه في رفضه لانشاء جهه. لا، هو انا عايز اسمع اسباب محمد بيه بقى، يعني هو يعني الاسباب يعني. اتفضل. ماشي، هو بدايه اسباب النيابه الاداريه حول اهميه انشاء جهه قضاء تاديب. اولا احنا في مصر بدايه يعني احب ان اوضح نقطه رئيسيه، ان مصر لا يوجد بها قضاء تاديب، لان مصر يوجد بها عدد 16 محكمة تأديبية على مستوى الجمهورية، يحال إليها من النيابة الإدارية أوطان من الكلام ده كله 2000 دعوة تأديبية في العام، منهم 1600 دعوة تأديبية انقطاع وامتناع عن تنفيذ التكليف الأطباء والممرضين والصيادلة. العدد الكبير اللي قاله معالي المستشار يخص الطعون على الجزاءات التأديبية. الطعون والدعاوى، انا ما انا بقول لك بين عندي مكتب فني الطعون والدعاوى، لكن اللي بيحال من النيابه الاداريه سنويا، انا عملت احصائيه من سنه 2000 لغايه 2000
و12 وخدت متوسط القضايا في النيابة الإدارية، متوسط القضايا الإنجاز في الدعاوى بتاعة النيابة الإدارية بعيدا عن الطعون، وجدت إن النيابة الإدارية في كل سنة بتحيل 2000 قضية للمحكمة التعديلية، منهم 1600 قضية بالضبط نموذج بانقطاع وامتناع عن تنفيذ التكليف. لكن يوجد في مصر بالمقابل للمحاكم التأديبية يوجد في مصر ما يزيد عن 600 مجلس تأديب خاص في الجهات الإدارية. تشكل هذه المجالس من عناصر في أغلبها عناصر إدارية، وهذه المجالس اللي موجودة في السلطة التنفيذية لها سلطة إصدار أحكام تأديبية، وأخذت واستولت على ولاية واختصاص المحاكم التأديبية ومجلس الدولة بنظر الدعوة التأديبية. إذن إحنا لسنا أمام اختصاص منفرد لمجلس الدولة في نظر الدعوة التأديبية، والمحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا رددت ذلك في أكثر من حكم لها، وقالت ليس لمجلس الدولة أن ينفرد بنظر الدعوة التأديبية، وأن للمشرع أن يسند ولاية الفصل في الدعوة التأديبية لأي جهة أو هيئة قضائية أخرى. ده هذا هو المبدأ الدستوري وورد في أحكام محكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة. طيب إحنا عندنا دلوقتي 600 مجلس تأديب أو ما يزيد عنها، وعندنا 16 محكمة تأديبية تنظر عدد بسيط جدا جدا بين القضاء. هل يوجد نظام تأديبي في مصر يستحق الحديث أو الكلام؟ دي نقطة. الدعوة التأديبية تختلف عن المنازعة الإدارية، لأن لو كانت المنازعة الإدارية هي الدعوة التأديبية يبقى إحنا وصفنا المشرع بالتزايد وإدراج عبارات زائدة في النص. المشرع قال في النص بتاعه في النص الدستوري يختص مجلس الدولة بالمنازعات والدعوة التأديبية، والدعوة التأديبية معطوفة على المجلس. لو كانت الدعوة التأديبية جزء من المنازعة الإدارية محتاج المشرع أن يدرك كلمة الدعوة التأديبية في النص. إذن الدعوة التأديبية مستقلة تماما عن المنازعة الإدارية، لا خلاف ولا جدال في اختصاص مجلس الدولة بالمنازعة الإدارية، فهذا اختصاص مصير للمجلس ولا نقترب منه. الدعوة التأديبية ما هي إلا مرحلة من مراحل محاكمة المتهم عن جرم ارتكبه، وهي المرحلة النهائية في مرحلة محاكمة المتهم، فهي بعيدة تماما عن الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة. مجلس الدولة يختص بمحاسبة العمل التصرف القانوني أو العمل القانوني الصادر من الإدارة ومنتج لأثره، أي قضاء المشروعية. أما الدعوة التأديبية فقضاء عقابي جزائي يحاسب متهم عن جرم ارتكبه ولا يحاسب عمل قانوني. فهناك اختلاف واضح وجلي بين الدعوة التأديبية وبين المنازعة الإدارية، وبالتالي الربط بين المنازعة الإدارية والدعوة التأديبية ربط غير صحيح. إحنا بنتكلم في نقطة محددة، أن الحديث في القضاء التأديبي أو في المنظومة القضائية، أنا من وجهة نظري أنا لا يعنيني من أو من هي الجهة صاحبة الولاية على القضاء التأديبي. الذي أتحدث فيه إن كنا نريد الإصلاح حقا هو قضاء تأديبي نافذ الأحكام على الكافة، أي مبدأ لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون سلطة. الكل يحاكم أمام قاضي تأديبي واحد، لا فرق بين كبير وصغير وقوي وضعيف، الكل يحاكم أمام قاضي واحد. يستوي أن يكون هذا القاضي من مجلس الدولة، هذا القاضي من القضاء العالي، هذا القاضي من النيابة الإدارية، أيا كان هذا القاضي، أيا كان جهة تابع فيها. إن كنا نريد الإصلاح حقا، إحنا مش بنتخاني يا أخوانا على اختصاص أو بنتخاني على الكلام ده كله، التصويرة اللي إحنا متصورينها إن إحنا بنتخاني على اختصاص النيابة الإدارية لا تشاجر ولا تخانق ولا تعترض على اختصاص مجلس الدولة في شيء، إنما نتحدث عن إصلاح منظومة قضائية من أجل القضاء على الفساد. هذه وجهة نظر. السؤال الثاني بقى هنبدأ برضو بمحمد بسمعنا. أنا بس ليه تعقيب بسيط. يعني هو بس النقطة أولا فكرة إن
تفرع محاكم التأديبية في مجلس الدولة على مستوى المحافظات هو ده تفرع ضروري، لأن هي القصة كلها هو اختصاص مكاني وليس اختصاص نوعي. محمد بيه عارف طبعا يعني فكرة أن يكون محكمة تأديبية في القاهرة ومحكمة تأديبية في اسكندرية ومحكمة تأديبية في قنا هو كله نفس نوعية القضايا، ولكن هو يعني اختصاص مكاني وليس اختصاص نوعي. هذا واحد. الحاجة الثانية، الدعوة التأديبية هي إحدى فروع المنازعة الإدارية، يعني هو فرع قرار تأديبي. القرار التأديبي في أصلي، أنا عارف إنه في فرق، بس القرار التأديبي في أصلي هو قرار إداري. هذا القرار التأديبي هو قرار إداري. عرف لي الدعوة التأديبية. أنا بتكلم عن قرار. أنا بتكلم عن قرار التأديبي. في الدعوة التأديبية. أنا بتكلم عن قرار التأديبي نفسه. القرار نفسه هو قرار إداري. فين هو القرار؟ بيطعن عليه. فين هو القرار؟ قرار الجهة الإدارية. قرار الجهة الإدارية. التأديب ما هو ليس القضاء. ليس القضاء التأديبي فقط هو ينظر إحالات النيابة الإدارية، ولكن يجوز للجهة الإدارية أن تعطي جزاء إداريا للموظف العام لديها، ويجوز لهذا الموظف العام أن يطعن عن هذا القرار أمام مجلس الدولة. النقطة دي مسلم بيها بتاعة القرار الجزاء. لا ما تتدخلنيش فيها. ما هو قرار الجزاء قرار تأديبي يا باشا. أنا بتكلم أنا بتكلم على المرحلة السابقة على صدور قرار الجزاء. لا أنا بتكلم عن الدعوة التأديبية كلفظ شامل يشمل ما يحال إليه من النيابة الإدارية، ويشمل ما يطعن عليه في القرار الإداري من الموظف العام. لا، وفقا لما ورد في كتب الفقه، الدعوة التأديبية هي مرحلة من مراحل محاكمة المتهم، تسبقها مرحلة التحقيق والاتهام، وتقدم الدعوة التأديبية من النيابة الإدارية فقط. طيب يعني سعادتك، احنا انا شخصيا بتكلم عن الطعون والدعاوى التأديبية في اختصاص مجلس الدولة. سعادتك يبقى سعادتك بتكلم عن فرع. انا بتكلم على فكرة، انا بتكلم على فكرة القضاء التأديبي في قضاء مجلس الدولة. هو بيشمل الطعون والدعاوى. يا باشا ما احنا عايزين نوضح. اتفضل. ما احنا عايزين نوضح، هناك فرق بين الدعوى التأديبية، اي ان متهم، انا اعرف ان هناك فرق بين الاثنين، بس انا بتكلم عن الاثنين، عن الدعوه والطعن. طيب سؤال لسعادتك، انا بتكلم عن الاثنين. سؤال اتفضل. هل مجلس الدوله بيختص بنظر الطعن على الاعمال الماديه اللي صدر من الجهه الاداريه؟ العمل المادي مش لا طبعا. اذا مجلس الدوله قضاء المشروعيه لا ينظر الاعمال الماديه. وما هي الجريمة التأديبية؟ يا باشا أليست فعل ونتيجة وعلاقة سببية؟ يا باشا فعل مادي؟ يا باشا سعادتك بتتحدث عن الدعوة التأديبية فيما يتعلق بالإحالات من النيابة الإدارية. أنا أتحدث عن لفظ عام في قضاء مجلس الدولة. سعادتك إحنا معلش يعني أنت لما تكلمني في مطلق أنا بكلمك لك في خاص. أنا بكلمك في لفظ قضاء التأديبي طبقا لأحكام مجلس الدولة يشمل الطعون ويشمل الدعاوى. والله لو كان اللفظ الدعوى التأديبية تشمل الطعون وتعاني. لا انا بتكلم على معلش كان مجلس. انا ليه بقول القضاء بيشمل الطعون ودعاوى؟ حضرتك بتقول دعوى تأديبية، انا بقول لك القضاء يشمل طعون ودعاوى. نتجاوزها يا محمد. المشرع برضه هقول سعادتك. طيب. لو كان المقصود طيب. زي ما انت بتقول سعادتك. هو المقصود زي ما انا بقول، بس نتجاوزها. معلش. المادة العاشرة فرقت بين الدعوى التأديبية وبين الطعن التأديبي. طيب. ماشي. فكرة ان الكل يحاكم امام قاضي تأديبي واحد، هو فعلا الكل يحاكم امام قاضي تأديبي واحد. فكرة المجالس التأديبية بيطعن على قرارات هذه المجالس التأديبية امام محاكم مجلس الدولة. يعني وجود مجالس تأديبية محاكم ايه؟ في كثير من المجالس التأديبية يطعن المحكمة الإدارية العليا. بس طعن تاني درجة. اذا قرر من ان تنظر دعواه امام المحكمه، هذا يعالج بالقانون. معلش ولا يعالج بنص دستوري. حرم من اول درجه. هذا يعالج بالقانون، وانا اتفق معك انه حرم من اول درجه. اتفق معك في هذا. هذا يعالج بالقانون، تعديل قانوني وليس دستوري، ويعالج بتعديل قانوني في جهه الاختصاص الدستوريه المخوله بالقضاء التاديبي اللي هو مجلس الدوله. انت تتفق معي ان هناك هنات في القضاء التأديبي، وأنا أتفق معك أن هناك هنات في القضاء التأديبي. ليس علاج هذه الهنات بنزع القضاء التأديبي من مجلس الدولة وإنشاء جهة أخرى بعيدا عن النيابة الإدارية. بتكلم كمبدأ.